محمد عبد الرحيم يحيى النجار 13 سنة الحمد لله أحفظ من القرآن الكريم 14 جزءا هوايتي المفضلة لعب كرة القدم والمطالعة عندما أحفظ القرآن الكريم سأكون إماما للمسجد وأحفظ أيضا طلبة أشكر عمي وعمتي في دولة أندونيسيا وأسأل الله أن يحفظهم وأسأل الله أن يكون في بيتهم طفلا حافظا لكتاب الله أنا المحفظ عاطف بكر محمد النجار أحفظ في هذا المسجد مسجد استقلال أندونيسيا الكبير والحمد لله يعني عندنا ما شاء الله جميع حفظ قراء مدرسين أكثر لحظة لا أنساها هي تخريج بحمد الله 20 طالب حافظ القرآن الكريم فهذه أكثر لحظة وسعادة لدي بحمد الله.